أفضل معلم من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أرى معلما قبله ولن أرى بعده، لا يمكن ترى بعد هذا المعلم. يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم كل الوسائل في إيصال المعلومات لنا. هو أفضل معلم عليه الصلاة والسلام، وبلغ لنا هذا الدين أكمل بلاغ وأوضح بيان كان منه عليه الصلاة والسلام. والدين النبي صلى الله عليه وسلم دين كامل، لا يستطيع أحد أن يضيف إلى هذا الدين شيئا. يعني لو قال لنا هذا الإمام اليوم بمناسبة هذا الدرس، هذا الاجتماع، إن شاء الله نصلي العصر 6 ركعات، ما رأيكم؟ جيد، نصلي 6 ركعات رمضان وصلاة وقراءة قرآن عصر 6 ركعات، يصح؟ ممكن؟ لماذا لا؟ هل يعاقبنا الله على الصلاة؟ لا، ما يعاقبنا الله على الصلاة، والله ما يعاقبنا الله على الصلاة، لكن يعاقب الله سبحانه وتعالى من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يصلي 6 ركعات كأنما صلى العصر 1 ركعة، باطل. إذن هذا الدين الإسلامي لابد ننظر فيه إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل طريقة لتعليم الناس طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست طريقة أنا أو طريقتك أنت أو طريقة فلان. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا حقا أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم.